أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: الذين يستدلون بالآيات العامة في مظاهرة الكفار كقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ويدع الآيات التي خصصتها كقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهل هذا داخل في قول الإمام أحمد: قاتل الله أهل الأهواء يقولون ما لهم ويدعون ما عليهم؟ هذا داخل في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء التأويل. الذي يستدل بالمتشابه هذا حكم عند الله سبحانه وتعالى أنه في قلبه زيغ والعياذ بالله. والإمام أحمد أخذ كلامه من هذه الآية: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ما يخصون العام ولا يقيدون المطلق ولا يعملون بالناس ويتركون المنسوخ، ولا ما عندهم بصيرة، أو أنهم يعرفون لكن عندهم تضليل يريدون التلبيس على الناس. فهم بين أمرين: إما جاهل وإما مضلل يريد الضلال والزيغ والعياذ بالله، يلبس على المسلمين ويقول: أنا أستدل بالقرآن. يقول: كذبت، لم تستدل بالقرآن، لو استدللت بالقرآن لأرجعت المتشابه إلى المحكم. هذا الاستدلال بالقرآن، أما الأخذ بالمتشابه هذا ليس استدلالا بالقرآن. نعم.